الخباز نثرمه للبصل ونحميها بالطاوية الدهن، بعدين نثرم الخباز ونخليها بالطاوياها، نسوي البصل نص نص، بعدين نضيف الخباز مثل ما تشوفون، نخلطها على الدوام، ما نقليها زايد لأن نحب اللون الأخضر يقبي، ونضيف لها بيض. أول ما ضفنا البيض نخلطها بسرعة ونوفرها من النار حتى لا يلزق البيض بالطاوة، ومثل ما تشوفون النتيجة هيجي طلعت الأخضر بعد بيها، والفايبر كلش قوي بيها بعد باقي. إذا حبيت الفيديو سوولنا لايك واشتراك وشير بلا زحمة. شكرا، نجاح وياكم.